بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه اذكر امثله على البدع غير الحسنه المحدثات غير الحسنه في الاعتقاد كبدعه المعتزله والخوارج وغيرهم من الذين خرجوا عما كان عليه الصحابه رضوان الله عليهم في المعتقد وكتابه حرف صاد او صلعم بعد اسم النبي بدل صلى الله عليه وسلم وقد نص المحدثون في كتب مصطلح الحديث على ان كتابه الصاد مجرده مكروهه ومع هذا لم يحرموها فمن اين لهؤلاء المتنطعين المشوشين ان يقولوا عن عمل المولد بدعه محرمه وعن الصلاه على النبي جهرا عقب الاذان انه بدعه محرمه بدعوى ان الرسول ما فعله والصحابه لم يفعلوه ومنه تحريف اسم الله الى اه ونحوه كما يفعل ذلك كثير من المنتسبين الى الطرق فان هذا من البدع المحرمه واخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين بسم الله